خذ راحتك. وين رحت انت؟ ايه اخذ طباعي اوراق هناك. خلاص؟ ايه طبعتها افتكيت يلا جاي. يا اخي والله بصمتي ما شفتها. بكره برايم حتى ما شفتها بكره ما تطلع بصمة. بالله يتكلمون بروفايلك بعد عن اي موضوع عادي. برايم. بعدها برايم. يتكلمون عن المواضيع اللي صارت اليومين عادي. طلعت لهم ترى قلت اليوم سامحوني اذا اخطيت عليك. وش الثاني؟ ثوم مطبوخ. ثوم مطبوخ؟ عرفت؟ والله اللي ما من ياكله؟ في احد ياكله هاللون؟ اي بس حسبه هاللون. رحت يوم هذا الفريد هذاك؟ اي سامحوني اذا اخطينا عليكم مدري شلون. تفهمون؟ عرفت اي لانه زي ما قلت تقدر تجاوزت شوي. قلت لك يعني؟ اي فقلت خليت سامح منهم. ايه؟ بس هم بعد والله ما قصروا تقبلوا على طول قال ما بيننا اي شيء اصلا من اول يوم احنا متسامحينك اصلا. عرفت ما قصروا معي. لكن شيء بالخاطر لانه اليوم فرحه جاي مليار وفرحه اليوم الشباب. غريب اليوم. فرحة الشباب فرحة انه لو يصير مليون متابع يرجعون بعد الشباب. قلت يا رجال وش الدنيا خلنا اروح اتسامح بس واعيش حياتي. جيت والله تسامحت وكلهم يضحكون وكلهم فرحانين يقولون يا رجال والله ما بيننا اي شيء. جو جميل بس وجعني رجليني من الوقفه. والله تدري وش تمنيت اليوم؟ لو مخلين كل واحد يقول كلمه مننا. الحفل زحمه ضغط. ترى في بعضهم مثلا مثل ما قال كان المفروض يدش كان يجي الحفل مضغوط. وش يدش؟ معاذ الجماس. وين معاذ؟ كان الحفل المفروض امس. ما جاء مسافر. امس جاء تشوف على اساس انه بيدش امس، اليوم مرتبط مع حفل هو. ما قدر يجي. محسن جاي عند اخوياك ولا جاي على الكرسي؟ تبي جاي عندنا تنام نام برا. ايه؟ قم برا قم اتوقع اطلع اتوقع العشاء مطول ولا ايش صار؟ ايه يبي يصير فطور لا والله ذبحنا والله بيصير فطور والله قم خلنا نتحرك قم قم اذا جهز الطعام قل لي طعام قم لا اسطرك كيف قال طعام قال قم يلا باقي كم؟ هذا الحين لك ذبيحه تقول جهز الطعام الله يخليك ما حد قال له يذبح الله يحفظه بس يعطيهم العافية. سلامك سلام عليك الله يهديك. حبيلك يا وليد. يا بعد شبدي ترى أنا إذا أحد قال لي كذا أحس إني أبي شيء. وين راح الكبير؟ كبير من يوم صخر من يوم. وش ما قطعتوه قطع؟ حلو هذا و. يكتبون ايش البطاقه يكتبون هذه زينا مثلا بطاقتي مكتوب فيها فلان مكتوب يكتب بس انه بس يكتب بعدها العتيبي اخر شيء العتيبي ايوه تمام ويندرج تحت كذا ايوه اخر شيء العتيبي العتيبي اي ولا روقي العتيبي لا الروقي الروقي العتيبي انا عندك الروق الروق فلقى حاطين موجود عندهم ال روق بس يقولون ال روق ما يقولون روقي ال روق ال روق اي هذا الجحاد وش الاسامي كمان اه نعم مثل المرشدي روقي إيه روقي مشي روقي مشي تعرف إيه وين روقي اللي وين الرجال لا لا لاك من حائل لا إيه ما ما راشد التالت راشدي من هناك ومن بعد المغيري الثبيتي هناك ثبيتي أيوة الثبيتي الثبيتي هذول اللي هم اللي مثلا الشيخ شمل الروقة من الثبيتي اللي بربعة تسمع فيه الشيخ شمل الروقة أيوة ايوه بربع ثبيتي ثبيتي عندك مثلا اقول لك زين العظيم يعني شيخه الروقه في الفخذ الثبيتي ايوه فهمت شيخه الروقه اليوم بربعان في وهذول اغلبهم شيخ وين في بربعان يا ابو موجود في نفي ها نفي نفي وين عتيبه كلها كلهم بدو اي شوف مصطلح اللي في الطائف ايوه عجلهم شرق الطائف اسمع اسمع اي شوف كاصول كاصول تمام كاصول الحويه هم فيها اي انا بقول لك يعني مثلا كاصول ف...
الحوية. اي غرب. لا شرق. غرب. الحوية قبل الطائف. قبل الطائف يعني شرق الطائف. شرق الطائف. أي. ايوه شرق الطائف. بس إن هي غرب من عندنا الحين. أي. غرب الرياض تعتبر. أول ما تتخطى الحوية. الله قبلها. قبلها. أيوة. قبل الحوية. عاد من الحوية ومنك هناك يعني. تبدا عاد من الحوية هو هنا. إيه؟ شمال. اي من شمال لين توصل الى جهة نجد. اما هناك سفيان الباقي هناك. والله ونعم بالقبائل. الله يا مرحبا والله مسهل بالقرن والله وتفرج.